اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي بين تدعيم القوه وقوه التدعيم. الاهلي انهى الموسم اللي فات افضل فريق في المسابقه بل انه من سنوات طويله ما عملش هذا الانجاز انه يوصل للنقطه 80 انه ينهي الموسم بلا هزيمه انه يجيب الدوري والكاس مع بعض دي كانت المره السابعه لكن كمان ان الكابتن حسام البدري يستمر هو من المدربين القلائل اللي استمروا هو وحسام حسام حسن يكاد يكون مفيش غيرهم على فكره اه بين ال 18 مدرب في الدوري الممتاز في الموسم الجديد اللي استمروا من الموسم الماضي ففي قوه كتيره جدا للآلي استمرت مع الفريق من عناصر تكوينه لكن كمان في تدعيم لهذه القوه في عناصر خرجت صحيح قد تختصر بعض اسباب القوه لكن وجود عناصر قويه دعمت صفوف الفريق بيخلينا لازم نتوقف في هذه المرحله ما بين ايه الخلطه اللي موجوده ايه القوه اللي كانت قائمه للاهلي وميزته وتوجته وايه العناصر اللي دعم بيها هذه القوه يا باشمهندس رؤيتك في الاول ايه رؤيتي لما تشوف كل الخطوط الاول نبتدي نقول مين خرج في الجون في حراس المرمى مشي الحارس رقم أربعة اللي هو آآ آآ مسعد عوض مسعد عوض آه. اللي راح سموحة آه. طيب من فضلكم الصوت يا جماعة من فضلكم احنا آسفين بنضطر على الهوا نقول هذا الكلام اتفضل يا باشمهندس مش عارفين فمسعد عوض خرج اتصعد مكانه احد ناشئي النادي الاهلي وهو حارس واعد ارجو ان يدركوا التوفيق اذا حراسه المرمى تبقى كما هي مم. عندك الكابتن اكرامي عندك الكابتن احمد عادل عندك الكابتن شناوي مع احد الناشئين لان في كلام ان الحارس اللي اتصعد برضه هيعار طيب خط الضهر ابرز الغيابات او مش ابرز الغيابات يكاد يكون الغياب الوحيد ولكنه غياب مؤثر جدا احمد حجازي حجازي ومن ساعه ما طلع احمد حجازي والناس ما بتتكلمش غير في الموضوع ده هتجيبوا مين بداله لحد دلوقتي ما جاش حد واحنا اتكلمنا على مواصفات اللاعب اللي لازم يجي مكانه عشان نحتفظ بصلابه خط الظهر لكن اضيف الى خط الظهر ايمن اشرف <applause> لاعب الاهلي السابق ونادي سموحه اللي في صفقه انتقال حر بيلعب بيلعب في مكانين ناحيه الشمال وبرضه لعب احيانا في قلب الدفاع اي لاعب جيد وابن النادي الاهلي وفي صفقه انتقال حر تمام اذا لسه في علامه استفهام هل هيتاثر خط الظهر الحقيقه ان الثلاثي الباقي إذا لم نتعرض لإصابات أو غيابات يشيلوا الموسم على أعلى ما يكون. سعد سمير ورامي ربيعة ومحمد نجيب. وإذا تصعد معاهم ربنا يحفظهم من الإصابة بس. اه ما أنا بقول آه. إذا ما يعني إذا ربنا حفظهم من الإصابة والغيابات. أعتقد عضل كان عنصر مدافع صعب ومصاب أنت يعني عضل أو غير عضل إنك أنت تشوف حد من الناشئين يقدر يطلع. مم. أنا شفت ناس تحت 18 سنة أطوال وأجسام كويسة جدا. وفي عنصر منهم الأهلي بيبحث إعارته للمصري كريم كريم آه يعني في ناس على أي حال يبقى أدي خط الظهر لكن خط الوسط المدافع والمهاجم خرج منه كابتن حسام غالي ما خرجش حد تاني مش كده؟ وجاء هشام محمد محمد أعتقد إن خبرة حسام غالي ها يعوضها أيضا ما هو مش لعيب حيوية هشام حيوية وخبرته أيضا أيوة ونضجه آه. هو لاعب ناضج يستطيع مع عبد الله السعيد آه أنه آه والسوليه وحسام عاشور خط ده مفيش فيه آه أي مشاكل لا دفاعيا ولا آه هجوميا مع نيدفيد خط بقى الوسط المهاجم م. بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج تعمل فرقه خرج من عندك اربعه خرج عمرو جمال إعارة البنك لجنوب افريقيا وكل بالي للهروب آه. لكن دخلك مين بقى آه. اه واعتقد بس لسه لسه ميدو جابر اعتقد ما زال موجود اه م. ما تمتش اعارته ل... لسه آه. لكن لكن جالك احمد الشيخ اه جالك وليد ازارو جالك أغارف. الشيخ يا ترك الصاله أه؟, اه جالك وليد ازارو <applause> جالك احمد الشيخ أه؟ مع مؤمن زكريا واجايي اه ووليد و... و... سليمان اه و آه... وليد سليمان ونيدفد مؤمن زكريا لا ما انا قلت مؤمن زكريا وليد سليمان و آه... انت عندك عندك عبد الله السعيد وصالح جمعه خد بالك وعندك وليد وحمودي. سليمان وحمودي حمودي اه حمودي وميدو وميدو جاب آه. اه بسم الله ما شاء الله آه. ومرونه هذا الخط انه يقدر يدعم انه يؤدي دور المهاجم صحيح يعني انت عندك اجيب بسهوله جدا لما بينتقل بيبقى آه شادو او ظل مهاجم بيبقى ناجح جدا يعني فازاره ويرجع لك مروان محسن أيوة. مع عماد متعب ايوه ما عندكش باذن الله مشاكل في مع استمرار احمد ياسر ريان كعنصر صاعد ما احنا لسه هنقول بقى اه طلع لك بقى احمد ياسر ريان فوز الحناوي بنسمع ان هو هيعار الاتحاد قطاع الناشئين عامر بان هو يدي لك آه عناصر, عناصر واعده اه فاذا فريق النادي الاهلي بشكل كبير مطمئن لو استطعت ان كمان تدعمه بالمدافع بمواصفات تقترب من احمد حجازي يبقى انت ما عندكش اي مشكله ويبقى انت تلاعب اللي انت عايزه بقى <applause> لان انت انت المفروض الغالبيه العظمى من لعيبتك في منتخب مصر م. فانت لما تلاعب اي فريق مش هكون بقوه منتخب مصر ايوه فانت انت منتخب مصر بالظبط بس دي اه... اطلاله على حركه الانتقالات دخولنا بنحاول نطمن بيها بالزبط. نفسنا والجماهير ايه اللي خرج وايه اللي دخل ازاي تم تدعيم قوه الفريق وايه العناصر القويه اللي تم الاحتفاظ بيها لكن الاهلي اللي كان انهى الموسم زي ما كلكم عارفين ب 84 نقطه الدوري انهاه ب 84 نقطه لعب فيه 34 مباراه فاز في 25 اتعادل في تسع مباريات وهو الفريق الوحيد في المسابقه الذي لم يهزم سجل 62 هدف واستقبل 14 هدف وشريف اكرامي سجل رقم قياسي في عدد مرات الشباك النظيفه ده الفريق بهذه القوة وبهذا الحصاد الكبير جدا في الموسم الماضي تتوقع يقدر يعمل ده في الموسم الجديد ولا بقية الأندية يعني خلينا أقول أنا... لك مبدئيا الزمالك جاب لك نبوشة اللي بيوصف بأنه قاهر الأهلي على أساس أنه كسب الأهلي مرتين مع الفيصلي توقعك أنا... إيه؟ توقع أنه مدرب كويس تجربته قدامنا أنه هو مدرب قارئ جيد للمباريات صاحب شخصية مش بطالة مع اللعيبة ففي كل الأحوال انت لا يجب ان تتهاون او تاخذ الامور ببساطه. اه الزمالك انت امام فريق غامض. جاب فرقه كبيره. جاي فرقه جديده بالكامل. آه. صحيح. حوالي 18 لاعب ومدرب جديد ومدرب جديد 22 لاعب آه. جديد 22 بيقول لي اه ده رسوم راسك كده خالد. فانت عندك فريق كامل جديد. اه خرج منه شيكابالا ومصطفى فتحي. اه خروج مؤثر طبعا اثنين آه لعيبه كبار يعني. آه. وانما آه انت آه في غموض يعني ما تقدرش تقول الفريق آه ده هيعمل ايه طبعا لعبوا ماتش ودي لا يمكن القياس عليه او ماتش ودي 22 بيقابلوا بعض يمكن مش حافظين اسماء بعض لسه يعني قدام الطلائع ولا حرس الحدود حرس الحدود حرس الحدود, الحدود وخسر 3 تل... واحدة مش معيار مباراه مم. مم. تجريبيه اه مش بس تجريبيه لسه دي, دي مرحله اما وبعدين عندهم ميزه مش هتتوجع عند النادي الاهلي فطره الاعداد يكاد يكون بالكامل ايوه يعني انت لما تشوف هتلاقي طارق حامد بس اللي في المنتخب اه وعلي جاب... علي جبر اصيب اه فهو كده كده مش مش موجود مش معاه. اه فانت طبعا ازاء فريق غامض ما تقدرش تقيسه فخلي مم. قياسك بالنسبه لنفسك مم. انت لو هتحتفظ بالجماعية والحيوية والانضباط والحماس والروح يا سلام لو عادت الجماهير امم هيبقى مية مية يا سلام لو عادت الجماهير قول لي بقى ايه اللي يمنع عودة الجماهير 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 ما هو احنا بنتكلم المدرجات للجماهير طبعا م. الاهلي صنعه دفء جماهيره مؤازره جماهيره مساند جماهيره فعايزين الجماهير ترجع على الكتالوج نرجع تاني والله يا جماعه لما بنقول الكتالوج كتالوج الاهلي مش تشبثا يعني تشبث المراهقين بالماضي ما هو كتالوج ناجح نغيره ليه؟ نرجع زي زمان نشجع بالطريقه هي هي مش عايز حد في دماغ المشجعين الجمال المبدعين ضيفوا من ابداعكم نقط ايجابيه ما عملهاش اللي قبليكم لكن تمسكوا بعناصر القوة اللي كانت عند جمهور الأهلي بالذات اللي خد أحسن جمهور في أفريقيا أكتر من مرة والناس كانت عاملة حسابه الأهلي يفتقدكم ارجعوا بقى وانسوا كل حاجة غير الملعب وفريقكم ملكوش دعوة بأي حاجة تانية لازم هترجعوا لازم هترجعوا طب البطولة العربية اتجربت والجمهور دخل كانت تجربه ناجحه اه يا رب تكمل كده ما انا بقول لك دي مؤشرات ناجحه لا حصل شويه حاجات م. حصل شويه حاجات اتكسرت أس... بص ساعات بتتكسر مش نتيجه شغب في سلوك في التشجيع ان الشاب بيقف على الكرسي ويتنطط اه طيب ما ده بيكسر الكرسي لازم يفهم بقى عنده ثقافه ان حرام ان انت تدفع خمسين جنيه في تذكره وت... وتكسر كرسي ب, ب 500 جنيه م. ما ينفعش الكلام ده يعني يعني لازم نفكر شويه ان اي ملين بيتحط ده من عراقنا احنا ومن من مصر اللي ما تتحملش خسائر بلا مبرر <applause> من عناصر القوه اللي انا هقول لكم العناصر المستمره عشان تبقوا عارفين الاهلي داخل السيزون الجديد شكله عامل ازاي بيحتفظ بشريف اكرامي اللي لعب 30 مباراه الموسم الماضي من اجمالي أو بإجمالي 2700 دقيقة طوال الموسم سعد سمير أيضا قلب الدفاع الأساسي اللي لعب 2625 مباراة في 30 مباراة دقيقة في 30 مباراة 2625 دقيقة أحمد فتحي اللي لعب 2430 دقيقة في 27 مباراة وعبد الله السعيد لعب 28 مباراة وعلي معلول علي معلول كان في إتجاه للإستغناء عنه أو لتنفيذ بعض العروض بيعه ده الجدول لمشاركات لعيبه الاهلي بالدقائق حضراتكم عشان تشوفوا الموسم اللي الاهلي حققه عدد الدقائق بالظبط اللي لعبها كل لاعب في كام مباراه على مدار الدوري يا باشمهندس على فكره فضل. في ميزه برضو أي. ان الناس بتقول لك الصفقات الصفقات ما هو انت انت محتفظ بقوام الفريق المتجانس الذي يحقق ايوه آه الانجازات ان انا احتفظت بقوتي اه احتفظت بقوتي دخلت خمس ست صفقات كويس كويس مش اكتر من كده اه وصفقات الحقيقه انا شايفها كلها هتكون مؤثره امم وايجابيه يعني ايوه ف مش عايزين فكره ان احنا مش داخلين صراع صفقات فاضل صفقه واحده نجيب مدافع محل بقى على فكره انا بترشح لي ناس وبشوف حاجات في دوري الدرجه الثانيه مم. حاجات هايله جدا مم. والله ممكن بال طب بترشح لك بتبلغ حد بيها ببلغ بتبلغ تمام اكثر اللاعبين المشاركه كانوا شريف اكرام وسعد سمير ووليد سليمان ب 30 مباراه مؤمن زكريا 29 مباراه عبد الله السعيد 28 مباراه واحمد فتحي 27 مباراه وهنا اقف عند مؤمن زكريا لما يكون عنده 29 مباراه خلال الموسم ويكون لاعب مؤثر الحقيقه ب 1576 دقيقه وبره المنتخب يا باشمهندس يمكن حسام مين؟ مؤمن زكريا مؤمن؟ كان له حوار في الاخبار يوم الجمعه يعني قال لك اموت واعرف انا استبعدوني من المنتخب ليه؟ شوف قد يكون هو ضحيه الازمه اللي حصلت مع لا لا لا, لا 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 سيبك من الكلام ده عيب آه. هو ازمه ايه؟ اه يعني هنقعد بقى نقول ازمه يعني هو إيه؟ ما يصحش لو ده تفكير حد في المنتخب يبقى غلط إنما إيه؟ هو ممكن يكون في ادوار للعيبة تانيه رمضان صبحي ولا تريزيجيه ولا آآ آآ الشيخ دخل آه. ممكن يكون في أدوار خلي بالك كمان ان الراجل ده كوبر يعني في الاخر خالص دخلت خراج هو عارف هيلعب مين مه. أقول لك يكاد يكون المنتخب اللي لعب في الجابون هو اللي هيلعب ما عدا المصابين منهم مروان مم. مروان وعلي جبر بس لكن هو ما بيغيرش كتير يعني هو بقى بيدخل ناس ممكن عشان ياخدوا الروح معاه ويمكن يحتاج لهم يعني دلوقتي هو مثلا آه علي جبر اتعود جاب عزه ما اتصورش ان هو حيلعب عزه مم. انما جايبه اهو موجود اذا احتاج له اولا وإذا ما محتاجلوش بقى برب كادر جديد ممكن في المستقبل يبقى لعيب دولي يحتاجه هو دلوقتي الحرس القديم انا <applause> رايي لكن مؤمن زكريا ما كان في الحرس القديم اه <applause> ما اعرفش انا مؤمن زكريا ده لعيب حتى مظلوم مع النادي الاهلي من الجما... من قطاع من الجماهير <applause> انا شاف العيد مهم جدا جدا, جداً. تكتيكيا بيديك دفاعا وهجوما اللي انت عايزه مساند؟ اه مساند بيعمل اسيست بيعمل أسست بيعمل اسيست كمان عنده حس انه يقف فين ويجيب جون ازاي؟ واحد من أهمها هداف النادي الاهلي فارجو انه انه الراجل ده يعني يجد حظه في المنتخب باذن الله الموسم الماضي الحقيقه كانت الظاهره انه الشادو سترايكرز هم الهدافين اللي هو مهاجم الظل اللي جاي ورا راس الحربه قوه الاهلي في منطقة الظل الهجومية المنطقة اللي ورا راس الحربة كان عنده راس حربة اساسي في بعض المباريات كوليبالي لغاية لما هرب وعايز اسالك الانباء اللي بتتواتر على انه كوليبالي عايز يرجع مؤكد ندمان مؤكد ندمان اه ومؤكد انه مش هيرجع ومؤكد انه مش هيرجع شوف انا اتمنى ان آه. اعتبر نفسي كنت في حلم وصحيت وصحيت والهروب ده ما حصلش ولقيته لسه بيتشالب ولقيته لسه لأن أنا لما شفت روحه وشفت إمكانياته وشفت مهاراته مم. ها لكن قلت إيه ده المهاجم القلبي ده ده إحنا لقينا ضلتنا أخيراً والله بيني وبين نفسي قلت هيعدي في لافيو لكن لما شفت لقمه في آخر مطشين في أفريقيا والأهداف السهلة اللي ضيعها اللي اتفسرت بالهروب بقى م. ما كانش بيلعب في النادي الاهلي سعد م. كان جسمه بس اللي موجود في الملعب م. كل تخطيطه انه يمشي طب لم يحقق شيء ويرجع دور على الوكيل بتاعه م. حقق معاه مين اللي قال للولد ده وسهل له انه يمشي واداله الكتالوج اللي حصل قبل كده وقال له ما انت لو قلت انا مضطهد زي مش عارف مين هتاخد شهاده انتقال دوليه وهتلعب قاعد ما بيلعبش مش لاقي نادي ومتصور وصوره لاعب الشهر بلاير اوف ذا فوق دماغه كده وشايلين انت مضطهد وانت لاعب الشهر ايه اللي الاضطهاد الجميل ده؟ <applause> طيب عانينا فتره عدم وجود راس حربه اساسي بعد غياب كل باله ودي نقطة تحسب لحسام يعني لا ده, ده خلى يعني دي نقطة تحسب لحسام انك تعوضها بشكل سترايكر خلى, خلى الـ 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 المهاجمين اللي جايين من تحت هم الهدافين يعني هداف الاهلي في الموسم الماضي عبد الله سعيد ب 10 اجوان وليد سليمان تسعة مؤمن زكريا ثمانية جونيور اجايه ايضا ثمانية وسليمان كوليبالي لغاية لما هرب بستة وسعد سمير المدافع باربعة وصالح جمعة باربعة وميدو جابر كان عنده هدفين واحمد حمودي هدف كلهم ما بين مدافعين او لعيبه جايه من تحت. ما الجون بيجي بيلعب جماعي وتكتيكي. ايوه. طيب. ودي طو... لازم يا جماعه نحسبها للمدرب م -م. او للكوتش م -م. لانه دي مش صدفه ان كل شادو هما هم هداف الفريق. م -م. وان الاثنين رؤوس الحربه او الثلاثه رؤوس الحربه اللي جايب جون واللي جايب جولين. لانه كان لهم تكتيكيه. م -م. ان هو ياخد المدافعين في العمق يوسع يتحرك حركات الكروس اللي بيعملوها دي مع بعض عشان يفضي الملعب لغيره آه لا طيب. الاهلي الاهلي كسب الدوري والكاس ب 4 2 3 1 واخد بالك؟ بدا الكلام دلوقتي انه كابتن حسام البدري قال ربما افكر في تعديل طريقه اللعب ده المدرب الحصيف اه اللي لازم من غير ما حد يقول له بقى آه. عنده مهارات كتيره جدا أيوه. هتعمل فيها ايه آه. ما ينفعش ده على الاحتياطي طول على طول لده وبتاع هلع... هنفقد ايوه آه... استثمارات ايوه استثمارات فنيه أي. مش بس ماديه ايوه عندنا ناس مش هنعرف نستغلها الاستغلال الامثل فعندنا اصوات جميله اعمل لهم غنوه جماعيه بس الاهلي احتسبت له ثمان ضربات جزاء في الدوري سجل منها سته ضيع اثنين مؤمن زكريا وعبد الله السعيد قدام الاتحاد في الدور الاول اللي انتهى 2-2 وسجل للآلي عبد الله السعيد، علي معلول عبد الله سجل اربع ضربات جزاء وعلي معلول سجل واحده ووليد سجل ضربه. الآلي كمان احتسبت عليه خمس ضربات جزاء مصطفى جلال وادي دجله واحمد الشيخ المقصه والسيد فريد سموحه وضاعت اثنتان لاحمد الشيخ المقصه واحمد عيد عبد الملك طلائع الجيش. شاهد الدوري هذا الموسم فوز الاهلي على الزمالك رايح جاي لتصبح المره السادسه في تاريخ الدوري في مواجهات الفريقين بينما فعلها الزمالك مرتين فقط يعني حتى في مرات الفوز رايح جاي سته يا باشمهندس يا سيدي اي اي حاجه هتتكلم فيها في الكوره الاهلي صعب الرقم القياسي فيه اي حاجه هتتكلم فيها في الكوره بس وهو اللي يكسر الرقم وهو اللي يعدل الرقم هو بيتحدى نفسه مم. الحمد لله ديمها نعمة يا رب بإذن الله تعالى إذا عشان تطمنوا كل أسباب القوة اللي حضراتكم شايفينها وعشتوها وبنفكركم بيها لا الأهل دعمها وأضاف إليها وعززها عشان تستمر بإذن الله تعالى بما هو أقوى وباللي نطمنكم به على مسيرة الفريق اللي فاز بالدوري وفاز بكاس مصر في الكاس فاز بكل مبارياته بدا علي على الألومنيوم 6-0 وعلى الداخليه 2-1، وعلى دجله 4-1، وعلى سموحه 4-0، والمباراه النهائيه المثيره كانت على المصري 2-1، عشان يحقق الاهلي هذه الثنائيه الكبيره جدا. مشاركات ابطال الدوري والكاس في مسابقه الكاس، حسام عاشور لعب في الكاس 455 دقيقه يعني في خمس مباريات، رامي ربيعه لعب اربع مباريات كان فيهم 290 دقيقه. علي معلول أيضا لعب أربع مباريات كان فيهم 290 دقيقة ومحمد نجيب لعب أربع مباريات فيهم 290 دقيقة ثم مؤمن زكريا ثم صالح جمعة ودي القائمة بتاعت عدد مشاركات ودقائق لاعبي الأهلي 390 رامي ربيعة 390 علي معلول 390 محمد نجيب ثم 328 مؤمن زكريا ونفس الرصيد لصالح جمعة وجونيور أجاييه ثم بقيه القائمه دي مشاركه لعيب الاهلي بالدقيقه في كاس مصر يا باشمهندس ويتصدر القائمه حسام عاشور اللي رجع للمنتخب حسام عاشور لاعب بيسجل ارقام قياسيه عاليه جدا والله اللي لعب دقيقه خلي بالك <applause> اه عنده دقيقه في كاس مصر اه اول ظهور له الناس شافت شكله اول لحظه اه شافته في اخر دقيقه اه وقعد يقول لك منزله دقيقه يعمل ايه عشان تتعرفوا عليه اه <applause> اديكم شفتوه <applause> هو ده <applause> ايوه آه. في كاس مصر برضو عماد متعب كان له بصمه مؤثره وانا بقول كده علشان نتوقف مع المهندس عدلي عند دور عماد متعب اللي جاي بقى عماد متعب في كاس مصر سجل اربع اهداف وعمر جمال سجل اربعه وصالح جمعه سجل ثلاثه ومؤمن زكريا سجل هدفين زي وليد سليمان وسجل جون واحد احمد فتحي وأجاي وحسام غالي عمرو جمال الى بيدفيست الجنوب افريقي معارن حسام غالي الكابتانو الرائع والنجم الكبير للنادي الاهلي مع النصر السعودي انتقال نهائي لكن حسام سافر وعنده امل ورغبه وحلم انه يبطل في الاهلي ربنا يوفقه وماشي كويس قوي لا. واخد وضعه كويس قوي نزلوه كابتن الفريق حسام قيمه مش ما ما هو انت يعني. هتعمل واحد زي حسام غالي ازاي صعبه واحد عماد متعب ازاي اه لا صعبه لكن م... هي طيب. يعني عايز اقف معاك عند متعب حسام يعني خلاص الراجل ربنا يوفقه مع النصر ويرجع لنا في احسن حاله بس آه عماد متعب بص انا قريت تصريح عماد متعب اه اذا كان فعلا صدر عنه وهو صادق فيه انا متفائل الموسم القادم بعماد متعب بدوره قال لك ايه بقى؟ آه. ربما كتبت بطريقه انها اتقالت بغضب مه. سيبك بقى مت... اتكتبت ازاي؟ ايوه ان هو قال انا هتمرن بمنتهى القوه ومنتهى التركيز ومنتهى القسوه ان شاء الله اضطر اتمرن اربع مرات في اليوم عشان مش عايز ادي لحد حجه انه يقعدني وهذا هو التحدي المطلوب من كبير لا ينقصه لا الخبرة ولا الفنيات ولا القيمة ولا القدرة ولا الموهبة ولا الشعبية ما ينقصوش حاجة غير ان في ناس بتقول ما يقدرش يجري بالسرعات الوجبة ما يقدرش يلتحم بالقوة الوجبة ما يقدرش يلعب عدد دقائق باستمرار بنفس القوة فقال لهم لا مش هي دي سيبوها لنا بقى ايوه اذا لو سبناها لك انت وعملتها هتخش منتخب مصر وتلعب كاس العالم. باذن الله. عماد متعب ككابتن وفي الحاله دي وقائد لا في الحاله دي بقى. اه يبقى احنا عملنا ايه؟ اه جبنا اهم صفقات الموسم. بالظبط. واحد تقريبا تقريبا دوره ما كانش مش. ناشط؟ مش مش معتمد عليه الى آه. واحد بيتحدى نفسه عشان يفرض نفسه، اذا فرض نفسه عماد متعب على قائمة الأهلي سيفرض نفسه على قائمة المنتخب ويكون قائد المنتخب في كأس العالم. كأس العالم. اه. فيبقى لعب الأولمبياد. ده دفع كبير شوف أنا بكلمه بغششه. ده دفع فيبقى كبير جدا. لعب دورة أو. أولمبية. طبعا. ومحدش عمل كده. طبعا. لعب كأس العالم. طبعا. ومحدش عمل كده. طبعا. إذا عماد متعب قدامه فرصة يعني عشان عمل كده إنه لعب الاثنين. عماد بموهبته عماد بقيمته عماد بشخصيته هي سنه يا عماد, بأخلاقه، عمد. عماد بأهلويته العاليه قوي عنده فرصه ان شاء الله في الموسم الجديد لانه انا اكتر حاجه كانت بتضايقني الحياة انه كان يقيم عماد متعب لما الناس تطالب بفرصه تطالب بعماد كحاجه تاريخيه تطالب بعماد انما لا ما ها... عشان الكويس. كده انا بقول لك انما لا عماد يستطيع انه يكون المهاجم الاساسي عماد متعب يصنع عماد متعب طيب. خلاص اه طيب. ما ينقصوش حاجه يعني انت مش هتوشوش تقول بس صلح العده بس اعمل مش عارف ايه مه. بالعكس هو لو فت هيبتكر لك حلول اللي كان بيعملها بقى مع جماعية أي. بيعملها مع فلاديو بيعملها مع بوتريكا هيدي لك حلول تكتيكيه مش موجوده في الملعب دلوقتي مه. ما يقدرش كان يعملها لا عمرو جمال ولا مروان أي. يقدر يعملها هو اه اذا انت عماد متعب لو لو عرف يعمل ب... يعتبر عماد متعب ها انه في مهمه استثنائيه استثنائيه في بلد اخرى اسمها جمهوريه مصر العربيه المتحده بعرض جديد هيحترف فيها من هيحترف فيها من جديد عنده عرض من الاهلي عنده عرض من مصر مش من الاهلي انا بقول له العب كاس العالم آه. شوف انا بقول له ايه بقى العب كاس العالم لانك لو عرفت تفرض نفسك بالطريقه اللي بتقولها دي هو ده المطلوب هو ده التحدي <applause> وعنده يقدر ما هو يقدر هي عايزه تضحيه منه تضحيه طبعا آه. لانه بقى هيعمل ايه هيغير آه. نمط الحياه بتاعه كله مش هيفكر غير انه يلعب كره السنه دي مم. مش هيفكر في حاجه تانيه مم. طيب احنا بدانا الموسم المره اللي فاتت بمباراه السوبر خسر الاهلي السوبر من الزمالك بضربات الترجيح لكن هذا العام الاهلي او هذا الموسم الاهلي يا باشمهندس سوف يستهل يمكن لغايه دلوقتي سالت الحاج عامر حسين على مباراه السوبر لغايه دلوقتي ما تمش تثبيتها. استاذ محمد كامل رئيس شركه برزنتيشن الراعي للاتحاد الكوره والمعنيه بمباراه السوبر قال لي ان عنده عروض عربيه لاقامه السوبر في السعوديه او في الامارات الاهلي والمصري. واقامتها ممكن يحولها الى مناسبه تانية خالص فيها درجه برضه من الدوافع الاضافيه لكن هتقام بره مصر اه هتقام بره مصر امتى لغايه دلوقتي ما تمش تثبيتها زي ما بدانا الموسم اللي فات السوبر بره مصر هنبدا الموسم الحالي قد يتم وضع مباراه السوبر لما بدأناش المصري. السوبر بره مصر آه. احنا بدأناه بعد العوده الشتويه أيوة. بعد كاس, الع... كاس افريقيا لا بس كلقب يعني مش استهلال موسم كلقب يمنح لاول او اول لقب يتوزع في الموسم السوبر هيبقى بين الدورين السنه دي غالبا هيبقى نفس النظام السوبر بين الدورين يعني اول كاس يترفع في الموسم الجديد يبقى السوبر هل هل انت شايف لو الاهلي والمصري هيلعبوا هل يكون بره مصر ولا في مصر ما خلاص هي بقت هي بطوله كلها تجاريه اصلا أيوة. بطوله السوبر دي م. وكانت جوازه ضعيفه جدا دي كانت 250 الف جنيه ثم ابتدت تزيد تبقى بشكل معقول ارجو م. انها تزيد السنه دي لان المليون جنيه ما بقتش حاجه دلوقتي فالنهارده لازم تزيد البطوله دي عم تعملها لي بره مصر زودها شويه واعملها ومفيش مشكله يعني ما بطوله طب هو هو البطوله السوبر الاماراتي اتلعبت فين في مصر في مصر طيب. والجديد جاي مصر برضه اه يعني فكره السوبر المهاجر فكره حلوه اه اولا تخلي يخلي العرب يتواصلوا ويشوفوا بعض ويشوفوا يعني بتبقى مناسبه حلوه في مباراه السوبر الاهلي والمصر هيكون ان شاء الله لكن في السوبر اللي استهل بيه الاهلي او بدا لعب الاهلي والزمالك في الامارات شريف اكرامي لعب 90 دقيقه سعد سمير لعب 90 دقيقه وحسام ومحمد هاني واحمد حجازي وحسين السيد وحسام عاشور ومؤمن زكريا ده السوبر اللي احنا فوزنا بيه لكن سوبر 2015 2016 فاز بيه او 2016 2017 فاز بيه الزمالك جونيور اجايي لعب 90 دقيقه ايضا ده 2015 2016 والكابتن زيزو كان يقود الفريق باشمهندس كبرت فكره السوبر اما هي مناسبه بقول لك اصبحت مهرجانيه تجاريه وبطوله من مباراه يعني انت بتحسب بطوله في حياتك من مباراه واحده فطبعا مهمه يعني لقب يبقى كشف الحساب بتاع الموسم اللي محتاج هذه المراجعه علشان ننظر فيه لعناصر القوه وما تم تدعيم آه هذه القوه للموسم الجديد الاهلي خسر السوبر فاز بالدوري والكاس معلش اه لكن من ض... وخسر ضربات الجزاء ترجع آه. يعني... اه انما آه... ال... 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 ايضا لازم ننوّه ان من ضمن نجاحات الموسم ده استمرارك حتى الآن في المشوار الإفريقي. اه ما هو نجاح دي دي اللي عايزه برضه نتكلم فيها شويه يا إبراهيم. لكن أنت مستمر في البطولة الإفريقية لكن خسرت البطولة لا العربية. لا سيبك من العربية. اعتبرها بطولة ترفيهية اعتبرها سيبك من البطولة العربية. عربي اه مش هنقعد نقيم بطولة إحنا, احنا أصلاً كنا عايزين نعتذر عنها. واخد بالك؟ استفدنا منها ان احنا شفنا لعيبه جديده استفدنا منها ان احنا جهزنا لعيبه راجعه صادفنا سوء بخت اه كنا هنبقى حلو قوي لو كسبناه عشان الناس ما تقولكش انت بت بتقلل لا كان نفسنا نكسبها طبعا بس كان صعب نكسبها <applause> بالظروف اللي احنا فيها ظروف تجربه صاعدين عوده قدامه الناس مش جاهزه فعشان نتكلم في بطوله افريقيا على طول طيب البطوله الافريقيه اللي احنا مستمرين فيها وصلنا لدور الثمانيه وهنلعب الترجي وهنتكلم على الترجي وقوته لكن خلينا نقول احنا وصلنا لغايه النقطه دي ازاي دوري ابطال افريقيا 2017 الهدف المنشود والحلم المامول والتقريبا الرصد الحقيقي لجهاز الاهلي والمجلس اداره النادي الاهلي المطالبه بفوز او بالفوز بدوري ابطال افريقيا اولا لسبب اه هيبقى اول مره في ظل الاربع سنوات الماضيه اي ولا ايه اه مش كده اي سنين هتعيدك للرانكينج للترتيب العالمي اي انك تنافس عندك فرص بقى هتضيف لك لقب هتضيف لك فرص اضافه مزيد من الالقاب هيبقى آه عندك فرصه للسوبر الافريقي هيبقى عندك فرصه من خلال كاس العالم للانديه فرصه كاس العالم للانديه تبقى في دبي وتبقى بمشاركه الاهلي بإذن دبي ما انا الله دبي تعالى. نفسي اروحها آه. انا في المرتين اللي اتعملوا في دبي اه واول ما رجعت اليابان رحنا ايوه ورحنا المغرب بس ما رحناش دبي سرنا مدفون في اليابان اه فعايزين عايزين نروح دبي مش انا وانت يعني عايزين <applause> النادي الاهلي يروح دبي <applause> ليه وانا وانت <applause> ونروح بقى انما الفكره كلها ان لنا جاليه هناك لنا آه. شعبيه بالظبط العرب هناك انت هتكون باذن الله تعالى يا رب فلما كنا انا ممثل في افريقيا اه بجماهيرك اه, آه؟ ولو حد من اسيا كمان يكون عربي هتبقى بطوله جماهيريه هتبقى بطوله جباره ان شاء الله تعالى. الاهلي حتى يصل الى هذه النقطه اللي وصل فيها لغايه مباراه دور الثمانيه بعد ما لعب دور 16 بدور المجموعات. اول سنه السنه دي يتلعب دور المجموعات مبكرا في دور ال 16. الاهلي آه اجتاز هذه الادوار شارك معاه حتى وصل الى مباراه دور الثمانيه احمد فتحي في ثمان مباريات وشريف اكرامي ايضا لعب ثمان مباريات سعد سمير لعب سبع مباريات زي علي معلول وعبد الله السعيد لعب ثمان مباريات وعمرو السليه لعب سبع مباريات هتشوفوا حضراتكم جدول مشاركات لاعبي الاهلي في دوري ابطال افريقيا هذا العام بالدقيقة والمباراة حتى وصلنا إلى نقطة دور الثمانية أكثر لعيب الأهلي مشاركة هو ده الجدول أكثر لعيب الأهلي مشاركة في المباراة الأفريقية حتى الآن أحمد فتحي وشريف إكرامي وعبد الله السعيد بواقع ثمان مباريات ثمان مباريات لكل منهم أهداف لعيب الأهلي في البطولة الأفريقية حتى الآن سجل هدفين جونيور اجايي وعمر جمال ومؤمن زكريا وسجل هدف واحد احمد حجازي وعبد الله السعيد من اهداف في المشوار ده بالظبط يبقى ماتشنا امم بس احنا لينا فقره مخصوص مع الترجي الترجي ليها ليها كلام هنتكلم الكلام. ليها آه. كلام لكن هذا الموسم الكبير اللي الاهلي لم ينهيه بعد عشان الناس تقدر شوف قد ايه لعيبه الاهلي خدوا اسبوع في ناس خدت خمس ايام وفي ناس خدوا ثمان ايام ورجعوا اللي راح المنتخب راح واللي راح على معسكر اعداد الاهلي راح. بس من السوبر المحلي والدوري والكاس والبطوله العربيه والبطوله الافريقيه تفتكروا عدد المباريات دي كلها طوال هذا الموسم اللي لغايه دلوقتي ما انتهاش لانه مستمر فيه دوري ابطال افريقيا لاضم الموسمين مع بعض. هذا الموسم الطويل جدا اللي لعله هو الموسم الاطول في تاريخ الكره المصريه شريف اكرامي كان اكثر مشاركه عنده 41 مباراه 41 مباراه لشريف اكرامي هذا الموسم في كل بطولات النادي الاهلي اللي شارك فيها دوري كاس سوبر بطوله عربيه ثم بطوله افريقيه حتى الان في الاربع بطولات شريف شارك في 41 مباراة هتشوفوا حضراتكم ده الجدول الكامل اللي بيتعرض قدامكم سعد سمير بعد منه في أربع بطولات لعب 40 مباراة وأحمد فتحي 39 وعبد الله السعيد عبد الله السعيد 40 مباراة فكرة مشاركة لاعب في 41 مباراة طول موسم يا باشمهندس رقم كبير ده 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 رقم كبير بالنسبة لحارس المرمى يبدو منطقيا لكن لما تشوف مدافع زي سعد سمير وعبد الله السعيد يعني الناس تتكلم عبد الله السعيد تعبان ومجهد بس انا عايز اكمل لك بص عدد مشاركاته 40 مباراه ولسه بيلعب اهو في معسكر المنتخب وهيرجع منه يدخل مع الاهلي على موقعة الترجي ان شاء الله مؤمن زكريا عنده 41 مباراه يا باشمهندس شريف كرامي عنده 41 مباراه سعد سمير عنده 40 مباراه ده مع الاهلي بقى فقط شوف مع <applause> المنتخب لا أنت بتكلم على الاهلي اه انا بس عايز اقول حاجه اصبر عليا بس دي دي <applause> انا سعد سمير ليه بتوقف عنده اصل انت هتيجي لحظه تقول مين نجم الموسي ايوه سعد سمير لولا الفترة التجنيد اتمنع من كم مباراه خلالها اه, آه. يجي اربع خمس مباريات ايوه مش كده ايوه الاصابه بعد كده اتمنع من كام مباراه مه. طب متخيل بقى لما لو هو مفيش الكلام ده كان لعب كام مباراه كان بخلاف المنتخب اه كان انت اذا برضو مدافع يعني عامل موسم استثنائي بس انا ليه بتوقف عند المدافعين م. تملي الناس المهاجمين بيلقطوا معاه اللي بيجيبوا جواني يلقطوا معاه نادرا ما حد يتكلم على مدافع فلما يجي وائل الجمعة ها يتقال عليه انه اسطوره الدفاع في افريقيا بيحقق شيء نادر صحيح كل بطوله يشارك فيها يطلع افضل مدافع في افريقيا صحيح استمراره مع النادي الاهلي استمرار مذهل ايوه فانت كنت تقعد تتساءل امتى إيه هيجي لنا يعني بعد ما بطل فجيلك سعد سمير ماشي على هذا النهج اتمنى انه يكمل يتحدى نفسه كلامه لحد دلوقتي كلام موزون تصرفاته موزونه يا رب يفضل على هذا الكلام <applause> لما تيجي تشوف برضو المشاركات بتاعه عبد الله السعيد الظاهره اللي انت بتتوقف عليه عنده كم سنه و اساسي بقى في افريقيا اكتر من سعد كمان عبد الله مواليد 85 يعني 32 سنه 32 سنه اه واساسي في افريقيا اه اساسي ايوه في في ماتشات الدوليه ايوه واخد بالك ده ايه ده؟ ده انت لو حطيت له كمان 10 ماتشات دوليه وهو يقترب من هذا الرقم يعني ايوه هيبقى حاجه مرعبه جدا 50 مباراه في السنه لذلك هو لما خد افضل لاعب الموسم الماضي ده كان بجداره واستحقاق وبعدين لما تيجي تشوف دي محمد مصطفى بيقول لك عبد الله لعب 18 مباراه 18 اللي يعني عند 58 آه. مباراه السنه دي لعبها عبد الله اه 58 متخيلين واحد عنده 32 سنه وبعدين مع النادي الاهلي هتشوف بعد كده انه مسجل 11 هدف أي. حتشوف هتشوف مسجل مع المنتخب كم هدف كمان اه اذا هو مش بس لاعب صانع العاب وبيعمل اسيست ده لازم يتعمل له تحليل لوحده مه. فانت انت, أنت في لعيبه كده احمد فتحي نفس الشيء يعني انت لما تشوف احمد فتحي برضو آه احمد فتحي كان 39 مباراه واساسي مع منتخب مصر برضو هتلاقي لعيب له 15 من 15 ل 18 مباراه لعيبه يا جماعه عنده كام سنه وهداف ولا هو ده ولذلك انا بقول عماد متعب عنده فرص انه يرجع قويه جدا بس هو يلا يعمل اللي قال عليه حسام عاشور يجي ب 35 مباراه عم. عمرو آه 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 عمر السوليه حسام عاشور 37 مباراه اه عمرو خمسة 35 مباراه مع النادي الاهلي انا بتكلم عن النادي الاهلي ما هم دول لسه ما لعبوش دولي حاجه حسام يمكن عشان يتوقف بعد الطرد ف اربع مباريات كان هيلعبهم اه فكان هيبقى برضه. أه 42 عدي. كان هيعدي كل الناس هي. واخد بالك اه انت لا في لعيبه التاريخ تاريخ الاهلي وتاريخ الكره المصريه أه طبعا أمامها. طبعا ما هو خد بالك اللي بيتصدر عدد المباريات في الاهلي طب انت عندك وليد سليمان طب طيب بل... طيب والنبي استنى مؤمن زكريا وليد سليمان ها اه لعبوا كم مباراه تتخيل امم 41 مباراه كل واحد فيهم ايوه مؤمن ووليد اللي وليد يطلع من ماتش مصاب يخش على ماتش مصاب صحيح بيلعب فترات في المباراة بس فترات بيعمل فارق صحيح مؤمن يلعب م. فترات يعمل فارق هي دي اللعيبة التقيلة يا أخواننا هي دي اللعيبة أصحاب الخبرة م. وخبرتهم بتبان حتى هم مش مهاجمين صرح لكن بتبان في التهديف ألاقي اكتر لاعب سجل اهداف مع الاهلي في هذا الموسم 2016 2017 مؤمن زكريا جاب كم جون 12 هدف 12 منهم في الدوري 8 اهداف اذا هو لعيب في كل بطوله بيلعب بيجيب لك اجوان يعني قوه الاهلي في القادمين من الخلف رحم الله الكابتن حماده امام مؤمن زكريا 12 هدف جونيور اجاي 11 عبد الله السعيد 11 وليد سليمان 11 صالح جمعه 8 عمرو جمال يعني شوفوا الفرود الصريح ترتيبه بين الهدافين طوال الموسم السادس الخمسه اللي قبل منه و و وصالح جمعه سته سبعه ثمانيه مهاجمين اه صالح جمعه عدد مشاركاته اقل لكن كل مشاركه شارك فيها يا باشمهندس كان له بصمه لو حسبنا بقى آه. النسبه التهديفيه لعدد المشاركات لعدد الدقائق يطلع صالح جمعه الاول يطلع صالح جمعه <applause> آه ما دي حاجات لازم تتعمل صحيح والله انا بقول للاعداد بتاعنا اتعب معانا شويه هاتوا بالحاجة الحاجه دي اه وفي على فكره مؤسسات دلوقتي بتعمل بترصد الكلام ده وناس مه. بتعمل بيها شغل على الفضائيات وعمر بركات عنده هدفين وميدو جابر عنده هدفين وسعد سمير عنده أربعة وعماد متعب برغم يعني قلة عدد مشاركاته الحياة لكن مسجل خمس أهداف آه. كل بالي ستة آه نتائج مباريات الاهلي بقى في هذا الموسم اللي كانت ظهرت فيه قوه الاهلي بهذه الشراسه اللي جابت له الدوري والكاس بالارقام العاليه جدا واللي خلت لعيبته في صداره عدد المشاركين هذا الموسم الاهلي فاز 6 0 فاز مره واحده 4 2 فاز مره 4 1 فاز مره اكثر فوز للاهلي تكرر كان 2-0. 12 مرة الاهلي يكسب 2-0. وده الفوز المقنع شوية يعني، يعني هدف فوز 1-0 كان بيبقى قليل شوية، لكنه باستمرار الاهلي آه... يمكن 6-0 ده كان مع الالومنيوم في كاس مصر، لكن الاعلى فوزا يا باشمهندس 2-0. 1-0 الأهلي عملها 8 مرات فقط. ده اه عدد مرات الفوز والهزيمة والتعادل 0-0 صفر صفر كان 7 مرات، و1-1 واحد واحد كان 3 مرات، و2-2 كان 3 مرات. دي مرات التعادل ده ميزان القوة، وإحنا مهتمين جدا النهارده استعراض ميزان القوة عشان نشوف كيف تم تدعيم عناصر القوة وهل هي فعلا ترقى الى درجه قوه التدعيم ولا الناس الجمهور الاهلاوي يقلق شويه لما يشوف بعض الانديه بتضم بال15 وال20 لاعب ويقول لك الاهلي ما جابش حد احتفاظ الاهلي بنجومه وتنشيط الدوافع لدى عدد من هؤلاء اللاعبين الكبار اكبر صفقه باشمهندس اكبر صفقه لكن كمان عايز اقول لك هو ليه جمهور مهتم وقلق لانه داخل الموسم على داخل الموسم على لقاء في تحدي كبير جدا اه الترجي فانت دلوقتي انت دلوقتي لما بتيجي بتقول انا هلعب قدام الترجي بالشكل الجديد لفريقي الناس مترقبه يعني هنا انت عندك المهاجمين 21 جول واخد بالك والمدافعين 10 يعني, يعني... قوة 21 هدف للمهاجمين مش مهاجمين اه الشق الهجومي الشق الهجومي اه, آه, آه عندك آه ست خمسه اه المهاجمين السرعه السرعه آه اللي هو متعب كلوبالي آه عزارو آه عز... آه عزارو عازارو آه مروان آه. ما هو مروان جاب جول آه. 21 21 جول المدافعين 10 طب الشادو 60 60 ده بيوضح لك القيمه الجماعيه في لعب النادي الاهلي معظم هذه العناصر القويه الاهلي بينشطها بيجهزها لما هو قادم وما قادم هو الاصعب ترجي يا دوله الاهلي يا امه بعد الفصل